نحن صراحة لو نكون نهتم باللغة العربية لكنه أجبرنا على ذلك، وطبعا كان يساعدنا. تاكو مخاصوماري من جيجيماها بلدية وومبو، خريجة ثانوية التكوين المهني من قسم الكهرباء. أعتقد أنني أستطيع أن أتحدث باللغة العربية لـ 24 ساعة متواصلة، فطبعا كما تعلمون اللغة الأم هي السونيكية، وحتى لو تحدثت السونيكية يعني تعودت على أن أزيد اللغة العربية دائما. هناك بعض المصطلحات بالسونيكية لا أستطيع أن أجدها إلا بأن أستخدم اللغة العربية. صراحة أبي يعمل في شركة الكهرباء، هو أصلا يعني فرانكوفون، لكنه عندما كان صغيرا كان يدرس في المحاضرة. نحن صراحة لو نكون نهتم باللغة العربية لكنه أجبرنا على ذلك، وطبعا كان يساعدنا. يعني نحن في محيط كعائلتنا يعني أغلبنا يتحدث باللغة العربية، يعني حتى في المنزل نتواصل مع بعض باللغة السونيكية، لكن دائما هناك جملة أو كلمة باللغة العربية نستخدمها كل يوم. فكما تعرفون نحن في المدارس نقرأ اللغة العربية ككتابة فقط، لا نتواصل بها. عندما نتواصل بها حتى في القسم تكون تلك اللغة بالحسانية أو لغة أخرى. أفادني القرآن كثيرا في التعبير عن بعض يعني الأحرف التي لم أكن أجيد أن أنطقها، لكن كلما يعني قرأت القرآن دائما يعني تأتي تلك الكلمة، يعني أجيد استخدامها في النطق. ومع منع التجوال ظهرت تلك العلاقات على حقيقتها. صراحة لم أسمع بهذه المسابقة، يعني أختي من قالت لي بأن أشارك، يعني كتبت نصا وأرسلته، بعدها نسيت العام، فجأة اتصلوا بي وتم اختياري. طبيعة التنافس كانت عالية جدا، يعني كل شخص لديه قدرة مميزة على التعبير عن رأيه فيما يخص في ما حدث بعد الجائحة، سواء بالنسبة للعربيين أو الفرنسيين. وتعرفت على المعلم الذين كانوا يشرفون علينا، علمونا أشياء كثيرة. فأنا مثلا لم أكن أستطيع مثلا أن أتحدث أمام الناس، يعني هناك وقفة الصوت كيف تجذب الناس، لم أكن على دراية بكل ذلك، لكن طبعا المشرفين قد ساعدونا، وطبعا الزملاء. كان عدد المتنافسين 14، 7 من اللغة الفرنسية و7 من اللغة العربية. لأكون صريحة لم أتوقع أنني سأفوز طبعا، وبعد أن فزت كيف كان طبعا هو الشعور رائع جدا. أن أكون في المرتبة الأولى في اللغة العربية في الفصاحة، يعني لا أعرف كيف أعبر، لكنه شعور جميل جدا. عندما كنا صغار كنا فقط نشاهد التلفاز باللغة الفرنسية، لكن في يوم ما تغير كل شيء، بدلا نشاهد القنوات الكرتونية مثلا سبيستون، جميعنا يعرف ذلك. كذلك أبي قبل أن نرتدى المدرسة كنا نعرف ونسمع اللغة العربية، وعندما ارتدنا للمدرسة كان يساعدنا أبي في النحو والقواعد لأننا كنا قليلين ضعيفين فيها. أحافظ على مستوى التعبير الجيد طبعا، أكررها مجددا بمشاهدة التلفاز الكرتون والأفلام باللغة العربية، وطبعا في بعض الأحيان أحاول أن أكتب الروايات والقصص، وحتى عندما أملك كتابا أقرأه بصوت عالي، يعني لكي تتحسن يعني بعض الألفاظ باللغة العربية. بالنسبة لي نصيحتي هي أولا اقرأوا جميع اللغات فهي مهمة جدا، وبالنسبة للغة العربية من يريد حقا أن يتواصل باللغة العربية عليه أن يخرج من منطقة الخوف، منطقة الأمان، عليه أن يتواصل مع من حوله. وطبعا الروايات، النصوص، الأخبار، نحن كموريتانيا لا نقرأ الروايات ولسنا مهتمين أصلا بالأخبار ولا حتى الوثائقيات، لكن أهم شيء هو التواصل الدائم.